منذ اللحظة الأولى لبداية انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 في العالم، قامت المملكة المغربية باتخاذ عدة تدابير استباقية في مجالات عديدة لمنع انتشار الوباء داخل المجتمع، حيث فضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حماية شعبه ووطنه على حماية الاقتصاد عكس ما اختارته بعض الدول. تدابير اتخذتها الحكومة المغربية بتعليمات ملكية سامية تخص عدة مجالات، أهمها خلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، دعم الفئات الفقيرة والفئات المهنية الهشة وغير المهيكلة، إعلان حالة الطوارئ الصحية، غلق الحدود، رعاية المغاربة العالقين بالدول الأجنبية، التعليم عن بعد، تعقيم الشوارع والأزقة لمنع العدوى. كما قام المغرب أيضاً بتعبئة موارد كبيرة لتحسين جودة البنى التحتية للمستشفيات في البلاد، وبالإضافة إلى اقتناء المعدات والمواد الطبية، واختار الإنتاج المحلي للمعدات، حيث أن المملكة تنتج حالياً حوالي 5 ملايين قناع طبي يومياً. كما أن القوات المسلحة الملكية انضمت إلى هذه المهمة من خلال إقامة مستشفيات ميدانية عسكرية في عدة مدن مغربية كمساهمة منها في محاربة هذا الوباء، وسيراً على نهجه باهتمامه بأواصر الصداقة والأخوة مع الدول الأفريقية، اقترح جلالة الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الأفريقية من أجل إرساء إطار عملياتي لمواكبة مختلف مراحل وقف انتشار الوباء، وهي مبادرة تنطلق من مبدأ وقناعة أن توحيد الجهود أنجع من التدابير الفردية في التعاطي مع الجائحة التي تنذر بهزات اقتصادية وصحية خطيرة في القارة الأفريقية. إنها بعض التدابير فقط كمثال لا الحصر، يحرص صاحب الجلالة على متابعة تنفيذها يومياً وفي سائر ربوع المملكة لمحاصرة انتشار هذا الوباء. كرونولوجيا الأحداث: 2 مارس 2020، تسجيل أول حالة مؤكدة لمواطن مغربي قادم من إيطاليا. 15 مارس 2020، صاحب الجلالة يعطي تعليماته لخلق صندوق بمبلغ 10 ملايير درهم لمواجهة الوباء، والذي ساهم فيه أيضاً كل أطياف المجتمع: رجال أعمال، مثقفين، موظفين، فنانين، مواطنين، شركات وغيرها. 16 مارس 2020، إغلاق المؤسسة التعليمية العمومية والخاصة واعتماد التعليم عن بعد. 20 مارس 2020، إقرار حالة الطوارئ الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وتحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية التي يجب أن تستمر في عملها. 21 مارس 2020، إخبار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب بالتدابير المتخذة من قبل المملكة المغربية لاحتواء فيروس كورونا، تعليق الخطوط الملكية المغربية لرحلاتها المحلية، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن. 22 مارس 2020، وزارة الثقافة والشباب والرياضة تدعو إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر. شركات الاتصالات العاملة بالمغرب تطلق مجانية الولوج إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد الموضوعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. 26 مارس 2020، إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية لدعم الفئات الفقيرة ومن فقدوا الوظائف بسبب فيروس كورونا أو اضطروا للتوقف عن العمل مؤقتاً بسبب حالة الطوارئ. حث النظام البنكي على تأجيل سداد الأقساط البنكية بالنسبة لهذه الفئة. 4 أبريل 2020، بناء أكبر مستشفى ميداني في المغرب على مساحة 20,000 متر مربع بفضاء المعرض الدولي بالدار البيضاء
ويضم 700 سرير ومجموعة من المرافق الصحية الضرورية. 7 أبريل 2020، قرار إجبارية ارتداء الأقنعة الطبية. 11 أبريل 2020، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تطلق منصتها الرقمية التشاركية باللغتين العربية والفرنسية الموجهة إلى جميع المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه. 18 أبريل 2020، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 22 أبريل 2020 إلى غاية يوم 24 ماي 2020. حفظ الله ملكنا وبلادنا من كل مكروه، وأدام على وطننا الأمن والسلام. شكراً جزيلاً لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكراً جلالة الملك محمد السادس، الله يحفظك نعم سيدي، الله يبارك عمر سيدي. عاش الملك. ثان ميرتنش أقلي دنخي عزان يمقورن محمد السادس، هاتشي يحفظ ربي. ثان مير أقلي دنخ محمد السادس، رسنتيني ثان ميرتنك باهرة أيوزنك. يخسوا التصوير جديد النغ محمد السادس يعيزن خل المبادرة يقاحي مذي حمى الشعب النس. شكرا للملك محمد السادس، الله ينصره ويحفظه. شكرا جلالة الملك محمد السادس، الله يخليك ديما تشفق راسنا. شكرا لحبيب الشعب ملك المغرب محمد السادس، شكرا. ثاني شايقة أقلي دنخ محمد السادس. شكرا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكرا جلالة الملك، والله يحفظه وينصره ويطول لنا في عمره. شكرا صاحب الجلالة محمد السادس، شكرا لك. شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. تنميرت أقلي دنخ أدخك يدوم ربي يشخك أكياجي ربيت مزيرتنك لشعبنك. شكرا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكرا صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وراه. شكرا جلالة الملك محمد السادس. شكرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكرا لك. شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكرا جلالة الملك. شكرا صاحب الجلالة، عاش الملك، الله ينصر سيدنا. وشكرا لجلالة الملك اللي وقف معنا في هذه المحنة، الله ينصر سيدنا. تنميرت وقلي دنخ سيدي محمد وسطيس، تنصر ربي. شكرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. شكرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. شكرا بزاف للملك ديالنا، الله ينصرك ويحفظك لينا.